الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا أبواب رحمته وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يرزقنا طول الأمر وحسن الخاتمة يا إله العالمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتي الله جمال سبحانه وتعالى كان الانجتور ان ياغي ما جم اكس اليوم ان النبي جو الله محمد صلى الله عليه وسلم كان كوي كوري جي ماكو صحابه بماكو ايجبو بيتل ماكو يو الله سبحانه وتعالى وقت من اما بتبتين من الاسلام جوتنا بدل من مدينه بتل من ولا قول من دفو سب الله ودسل من كل دين دانغ دبا مديره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله ان غرتي كدي وين دندمن وفاتن غور لما النبي جو الله محمد صلى الله عليه وسلم وني الألفية العراقية وني الألفية في السيرة للحافظ العراقي إن شاء الله عند دمال غنغارة كباب ذكر إسلامي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند دمال غنغارة جنتا دي الإسلام عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وقوته إسكتا بالإسلام قوته إسكا بالإسلام قوته بن غندلة بن نلاد صلى الله عليه وسلم دؤني قوته إيم إجوكي بن غندلة في أسهبا بن نلاد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: جاء له النبي وهو يرعى غنيمة يسيمها في المرعى، قال له: شاؤك فيها لبن؟ قال: نعم، لكنني مؤتمن. قال: فهل فيها إذن من شاه؟ ما مسها الفهل إذن فتاي بها فمس الدرع وهو يدعو فامتد درعها ودور الدرع فاحترب الشاة وأسقى ثم مص في شربه، قال له: قلص. فقلص. قال: فعلمني لألي أعلم. قال له: غليم معلم. جنت تيدوكو قصة الإسلام قال عبد الله ابن مسعود أودو عبد الله ابن مسعود كو جيناكو أوانا كو جينا النور اندمير وأين لنوكو يمي أقبة ابن أبي معيط كو بيهدو ونبي وأين لنو نلاد صلى الله عليه وسلم أبي بكر قال أودو عبد الله ابن مسعود وأين نلاد صلى الله عليه وسلم نام نمه وي هل عندك لبن؟ وني وي جاء له النبي إن لاد أريمك وهو يرعى غنيمة أو أين دمير يسيمها في المرعى في التكوى أو الدور نبي السوين وني الدور نكون لد لد. قال له: شاؤك فيها لبن وين دمير مالي إسكي إدي مالي قسم نلاد نام نيم. قال: نعم. وي أها بجوجين دمير بدلي قسم كي، لكنني مؤتمن كنون كمي كلفي نادو كمي ديان نادو هاي قوتو مئلان تاهين هاي قوتو ملوكة تاهين انجو شرتي جينا لين إن عندنا عبد الله ابن مسعود ودو كنتنا من غندا كولا نادو جينا أدن نلاد صلى الله عليه وسلم نامني ونامنا القنقل فهل فيها إذن من شاة ما مسها الفهل إذن فتاي أوين بلا إن هين من شاة إدمير إدمهن ونغندو دا ما مسها الفهل فرتي تنكو على قسم سؤال بين بي ما مسها الفهل فرتي يباني تي هين أفامي ديك ودمهن ونغندو دا نقول على قسم نقول على قسم كدوني قبي باني تي هين نلا صلى الله عليه وسلم نام نيمو أوين بلا أرجوكي دمهن ونغندو دا نقول على هين قسم أفامي ديك عبد الله بن مسعود بي أدني مهن دمه القوت النرار صلى الله عليه وسلم ميمي ياسرن دوئي الله سبحانه وتعالى ودي ياسرن قل دمه القسم نواني هدون فمس الدرع وهو يدعو فامتد درعها ودور الدرع أنسى نلا صلى الله عليه وسلم دين ميمي ياسرن قل دمه ودوي دمو نقول قسم يلتي ياسره ونسا نقول قلت نفي فاحتل بشات واسقى وبيري دمو نقول وني كان كن لا صلى الله عليه وسلم وبيري نقول دمو افاميده وني وبيري دمو نقول عبد الله ابن مسعود ادى النوم نقول واسقى ويرمي
oyari oyarni wonbe sermum be woni oyarni wonbe sermum be summa masfi shurbihi rifti hen o jaggi biddugal gal kanko e hoore makko yari Abdullah ibn Mas'ud o wi ndem mi yi dum do bimi e heema nelaado sallallahu alayhi wa sallam andinam nelaado sallallahu alayhi wa sallam famasaha an-nabiyyu ra'si nelaado fawi jungo mun e hoore Abdullah ibn Mas'ud o wi barakallahu fik o wi yo Allah wad'e ma barki fitu o yi dum do tan o wi yo nelaado du onom nelaado jetti jungo mun fawi e hoore Abdullah ibn Mas'ud wi yo Allah wad'e ma barki o wi nelaado wi mo fa innaka ghulamun mu'allam أنا كشوفي الجندي نقل أم سرقوا ما يبونوا يجند عبد الله بن مسعود أنسى أكوني ونكونات الإسلام دار أيدي دو كاوسيج يودا النبي جو الله محمد صلى الله عليه وسلم وجياء السابقين الأولين وجياء أديب الناد أود دين الإسلام ولمتا إمام كم كو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة ودكم أول إسناد قول الإسلام أول صحابة تدور أول قند مود بيتاد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه سأنجلتي أنقال دمال نقارن دمال قنقال باب اجتماع المسلمين بدار الأرقم قال المؤلف رحمه الله قال له دمال ko damal rindugul julbe to wiete daril arqam daril arqam ko do woni galle mo julbe ngadi rindude e l'islam kibe hen ina bad riñoji mu en ina bad batuji mu en ina dewa Allahu jomirado subhanahu wa ta'ala ina juula ina janga e dudal universite gadiro wadede e l'islam e dum woni galle to wiete daril arqam ibn abi al arqam qala al muallif rahimahullah واتخذ النبي دار الأرقام للسهب مستخفين عن قومهم وقيل كانوا يخرجون تترى إلى الشعاب للصلاة سرا حتى مدت ثلاثة سنين وأظهر الرحمن بعد الدين وصدع النبي جهرا معلنا إذ نزلت فاصدع بما فما ونا وأنذر العشائر التي ذكر بجمعهم إذ نزلت وأنذر نلاد صلى الله عليه وسلم كذي نوني النبي جعل محمد صلى الله عليه وسلم sa'a o jangtoto do ko issa noddugul nelaado sallallahu alaihi wasallam noddaangu suude e der duube tati di o wadi noddaangu e o nodda e o suudi ko kalno den ko galle biite daril arqam ibn abi al arqam al arqam o do ko sagata wana nayejo de wana gorko nayejo be do fof ko sagata kala be edo be kalten do gande be do ko generation men walla be kiccuden ni sukaabe tokos be gonno do dukki berde mu en e pittal mun e ko jogino fof nelaado صلى الله عليه وسلم يهوت ولا تبني دين أودك سجت سجت بسحباب نلاد صلى الله عليه وسلم وجاءك السابقين الأولين كي أديب ناد الإسلام وجاء فكذا عند النبي جو الله محمد صلى الله عليه وسلم أفهمه أود أرقم وكان له دار قريبة من الصفا قالوا هذا أفهمه سبب أو حكمة اختيار النبي دار الأرقم أود قلك قل مغندو له ko galle badino da haade safa ko dum wonna sallallahu alaihi wasallam subi o do galle balli do safa belma e be gonay o do nokku mo ganduda e be gonato to ganda yimbe to buri waaw yaadi ina gala toujours tawa o do nokku ni garda fo hiwe tawa ta ko ina biddi no fe won nasu yaksuru mududuhum fi hada al makan yimbe ina dewanno o do nokku no feewi wadde dum do so tawi e be dewanno do non firte wadde o do nokku so subama wade nokku da ganda bacirde julbe dum do nelaado sallallahu alayhi wa sallam holli ko dum do woni ko ganda ko dum woni ko be poti wadde sa jiwo on sa adadul muslimin woni total julbe o afamide
قرآن يم بشفنا وانا بدار الأرقم فوق سالمين يقرآن يم بشفنا فترة دعوة سورية وانا بدار الأرقم اندر بيدو دو بتك نلاد صلى الله عليه وسلم فد وليك ودن تلتق صلى أورا دعوة يم ببتقى بيدار سيادة سيادة هبين دوتي فد شفنا ناي سهاب كم ببيرو شفنا ناي ومبكرين دد نلاد صلى الله عليه وسلم نلاد صلى الله عليه وسلم إن جنجنا بالقرآن نلاد صلى الله عليه وسلم إن جنجنا بإنيا وجدين الإسلام دوني قال المؤلف رحمه الله واتخذ النبي دار الأرقم نلاد جنج دار الأرقم وني أجوكتي دار الأرقم أولي أمكو بني جول بكو جنجر دي جول بكو جماع جول أفامي دي كجوكو بكر دي جول لصحبي وانا لصحبابي مكو مستخفين إبشودي عن قومهم إذا يمع مبين جهتون إبشودي تون يمع مبين نغاندا دون نغاندا واندكو تون بنغوني وقيل بيا ما كانوا يخرجون فترة بمينون ابن جلتن أفامده بيدون جلت شغلون أو يلت شغلون أو يلت إلى الشعاب بكتر بيت الشعاب للصلاة وندجول للسورة بشودة من جهب انجول كني ونكو بنغوري تدار الأرقام حتى مدى ثلاثة سنين هاوني فددو بتاتي كني تن بنغور اوضا امبرغو موضا كو او بنغوني ديادو سودا دي كني وني كو بنغور دي كني تن هنيام دي مبئ يرد مبئ كو تدير كنونون واظهر الرحمن بعد الدين شغل دمدو الله سبحانه وتعالى فنين دين او فنين دين يمير نراد صلى الله عليه وسلم كو مجي كو يو مجيته كو سودي كو يو سوت يو فنين يو هل وصدع النبي جهل المؤلنا نراد صلى الله عليه وسلم فنين ندانغو فصدع وني سوتي نودو كالا فين دينيم كون جميرا داكو حال جهرا فنين مؤلنا وني جهرا مؤلنا فوكو بوتون إذ نسألت سألت اللي نلاد صلى الله عليه وسلم فصدع بما نواني أفادتينكو فصدع بما تؤمر وأعريد عن المشركين ساكتو كون جميرا داكو اللبي إيهي ما نلاد سون دقاتي يلتو تشاكتا كون جميرا داكو فما وانا نلاد للوهاني نلاد ربكناكي نلاد آماني إمي نود تيجي في الليتي وأنذر الأشائر التي ذكر بجمعهم إذ نزلت وأنذر موني أجيرتين لجد إن قندو دا جنك تاريدي أو جنك تيدي إدن تلمت بفوق ند لنو الفوق إند موني إند بحمون وأفامي دي سعادة تلي وأنذر وني وأنذر عشيرتك الأقربين وني جيرتين لنو المانقون قندا يمت ما بديب واتفير جيرتنا بيان هي. أبي وده فرت دم كوني ونسان كوني بنقولونه إدار الأرقام يمبي بين الجلسة هند جوي الجلسة جنغو سبو جنغو جيدي جنغو ديرو باو جنغو غوت نون أفهمي ده سو بناتا كدي بنات فرت دارو أرقام غوت وتو بنجيد ودو ناتا هابوي أو تو نات أو إيو تو نات أو نات فرت نعم أو نات فرت نانو كدون دو وني كوب إمبار أنو سو بنجلسة كوني بنجلسة فرت سو بناتا كوني بنات فرت كوني وني كوب إنجار أنو نلاد صلى الله عليه وسلم سلم كدون هدي او ندر سيادة سيادة او سودي او ند كوي اوضو دعوة سورية بنغوري ها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناتي دين وكان آخر من جاء مسلما في فترة الدعوة في دار الأرقم كلا ناد دار الأرقم سكتي ناد تون إلى ناتي الإسلام كو سيدنا عمر سيدنا عمر يعني ناتي لأتن دار او هنتي وانتوك أدونا هنتي قال او فرتي كلا كو ونو من أفهم ذي هنتي نرى صلى الله عليه وسلم يمر هنتي وفني أودو إن جينو هلا تاب هنتي أناتي الإسلام وفلتي جنغان الإسلام جنغان نرى صلى الله عليه وسلم أفهم ذي ودك دين لأناتي الإسلام أفهم ذي توي دوب تتدي هنتي تمية دعوة سورية الله جمرا سبحانه تلنا أن نرى صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة ويمر نرى يوفني دعوة مكوون وأنذر أشيرتك الأقربين ودس أجيب الإسلام قال سيد ابن عمر هناك عبد الله بن مسعود هالكو وبي كان اسلام عمر فتحا وبي الاسلام قال عمر ونين اجتا للاسلام وهجرته نصرا شرق عمر وني بلل الاسلام وخلافته رحمة الخليفة قال عمر وني لم تقول سيدنا عمر وني يرمان دندان الجل فكان اسلام عمر فتحا ود الاسلام قال عمر ونين اجتا لتجي نراد صلى الله عليه وسلم ان درعون فتح كنن وني ادار الارقم وسيران ويرتد جود مكو
ونعقو الله جميل سبحانه وبي اللهم عز الإسلام بأحب الأمرين إليك وبي ما قال تدين الإسلام قلت مجد عمر جديد وني عمر بن هشام وني أبي جهل يا عمر بن الخطاب وني عمر بن الخطاب رضي الله عنه نرى صلى الله عليه وسلم وبي بيد الله حكو قوتو بيادوانات الإسلام دل ما إنا أرنا والله أمين. فعز الله الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب التي دينير الإسلام الإسلام قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان لعمر من الهيبة من قومه عمر إن جوغنو هيبة يمن كلنو دمتغي والإقدام عمر كو ونوكو جامار ونوكو جامار توزل ونوكو ناتو وإجري كل بنير أفامي ده ودنا نور سعد ونات الإسلام له الله سبحانه وتعالى يمرنا الله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة يوفين أفامدة دعوة ماكو ود سيدنا عمر كني وني أصفرينه كم كوني صحابة مانغان دا جوجير جامع راجل نفيري بلد الإسلام هايتي كاد نور وصدع النبي جهرا مؤلنا إذ نزلت فاصدع بما فما ونا نلاغ صلى الله عليه وسلم قوصا هنتو أفلت فنين دا دعوة أفلت فنين سأل تلي نلاغ صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر نلاغ صلى الله عليه وسلم فما ونا فلتك نلاغ لهاني نلاغ لهاني لونو إيدو آيه جديد تلي قوصا وني هنتي فدي فنينا دعوة النبي جو الله محمد صلى الله عليه وسلم كنديان وندي مكانا بفوف وندي مكان بفوف ودرني دو من تصفى ودري دو وولي وندي لجري فو لن يلفوف يمون بام لن يلفوف وهالي إنم لن يلفوف وندي هالي مكا يفو غس وبي إني نذير لكم باني يدي أذاب شديد منكم الجيس نوم أهكو نياس لفتن لنغا لتشتود للا صلى الله عليه وسلم بي بإن رائد لا يكذب على أهلي نتلو من غد أجار يولويد أن فننتا كوريجم نلا رواجي بهالي هاتم وي أريكو جيرتين دب أريكو جيرتين دب نتا الله جميل سبحانه أبي لهب إنا والنطول كدا دو الله ودري وي ألي هذا جماعتنا يا محمد وي إهي ما محمد أنا لا كن ديني نرد آمن سوى نادوم دو كن دو أسان ندرد آمن يمين قوم ديني تبا لك يا محمد وفي هالكار ودنم إيه ما محمد الله جميل هذا سبحانه تلنا أن الله صلى الله عليه وسلم أنسى دركت تبت يا نلا جابك نلا ويان يو كد وان اما ابالهم يو كد وان اكوليجما يو كد وان اما كلكو نلا هي هود نلا يفتاك نلا ديتان ها الله يفتني نلا صلى الله عليه وسلم الذي تبت يا ابي لهب هل كار ودني جود دي ابي لهب وتب هل كار ودني ما اغنى عنه ماله وما كسب جودي مكو اكو فغتي فو نفتام كانكو جمسود مكو فو الله سبحانه وتعالى هودي من سيراني ديدو تشيموجي سد galen yan foke mata ko baraji hasu foke mata ko baraji sab taw kuda taw ko abi lahab wadde won hen kadi arbe wori jahiliyeji garde emen be do ngari ina kito ne do simore be bindi do simore ko hitaade jangataake futudu jangataake geedje jangataake ala sana dum do ko jahidaagal bandiraabe ne do simore kanyi e simoji kiddide fo foko gotum baraji di ko baraji goti hasu foko sapo ha yoto temede jeedidi nyaagima allah jomiraado subhana yo allah jomiraado subhana wa taala hawdini me sab wadde do eden ganda أسكتنا دي نلا صلى الله عليه وسلم نفتا أسكتنا دي أبو جهل نفتا أسكتنا دي أبي لهب نفتا أسكتنا دي كاري بي كاري جومن شودي مولي شودي توكوز أمو فو نفتا الإسلام اللي يكو إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولي تجد من تبني الله جوم دار سبحان كبور من هلد الله جوم دار سبحانه وتعالى ودوننك أبي لهب أوكو أولي شيان أوكو باب راب نلا صلى الله عليه وسلم جيا ساهدي مو إهبت براج ودو صحابك مجد تايكو ماچو غاغال ويتيكو زيد بن حارثة اودو تايكو ماچو غاغال كو ماچودو سيدي تاو رين اناما چاغال نون كون كو ماچو غاغال تاوي اودو زيد بن حارثة ساوي زيد اهبت بلادي شفان دتي ساهالي ان ما كوتن بلادي شفان تاتي الله ان سن ما هايتو بلادي تيمد جيديد اويتو ساهالي اويتو سا يني مو كيباتا كو بكات سا يني مو بيان ان كيباتا كو بلادي اوتو كو بامون نلا صلى الله عليه وسلم اودو بلال كو ماچودو حبشي ان الحمد لله كون چاغال نون واي الاسلام بامتي مو بامتي سو sautu makko ngi sautuji gure shiyan ko fof parce que ñani fatu makka kanko
yamira yo ngobbu e dow suudu kaaba o noddina ha makkanaaɓe fof keɗo maccuɗo gonnoɗo hanki wonti dima hanni sawtu makko hande wonti somi keɗima o sawtuɓe keɓa baraji wadde ko ɗum ɗo woni diina men l'islam naftorade walla wasorade asko ala wasorade asko ala e diine men bandiraɓe teddu neɗɗo wasorto ko golle mum kono wona asko mum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam man badda bihi amaluhu lam yusra bihi nasabu kala dendagal mo golle mum kadi ɗum nadde aljan mo golle mum lertin ɗum asko mum yettinta ɗum ñaguima Allah subhana yo Allah subhanahu wa taala hawridin men e sawab damal ngal gadaten jonigal walla eɗen mbawi fadde ngal ɗo damal ha ñande wonde so Allahu jomira subhanahu wa taala jaaɓi eɗen mbi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa allah astaghfiruka wa atubu ilayk naktafi bihadha alqadr walhamdulillahi alladhi binimatihi tatimmu salihat en ñaguima Allahu jomira subhanahu wa taala yo huddin men e annabijo allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam to jannatul firdausi la ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.